للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا يا هلا. من وجهة نظرك من يقف وراء هذه التفجيرات في الموصل؟ بعيدا عن وجهات النظر وبعيدا عن التحليلات الثانوية، أعتقد بأن المصادر الحكومية وبعض المسؤولين أكدوا لي شخصيا وباتصال مباشر بأن بصمات التفجيرات التي تحدث في مدينة الموصل هي بصمات ميليشيات موجودة داخل المدينة، وربما تقاطعت مصالحها مع القيادات الأمنية التي موجودة في المدينة. نعلم جيدا بأن تفجيرات الجيارة والغابات ومطعم شعبي في مدينة الموصل، أكدوا أعضاء مجلس النواب بأن التفجيرات التي قامت بها ميليشيات محسوبة على الحشد الشعبي، وهو منهج كلنا نعرف بأن تلك الميليشيات تقوم بفرض العتاوات وابتزاز المواطنين. ولعل التفجيرات الأخيرة في منطقة المجموعة الثقافية قبل أسبوع والتفجير الأخير في حي المثنى حمل نفس البصمة ونفس الترتيب، مع إضافة أخرى بأن الشخصية المستهدفة في تفجير حي المثنى مدير الأمن الوطني الذي تم استهدافه بسيارة مركونة مفخخة انفجرت وأودت بحياة طفلة بريئة، إضافة إلى حماية مسؤول الأمن الوطني هشام النجم الذي لم يكن في الموقف. هذه التفجيرات أكدها أكثر من مسؤول عراقي وأكثر من شخص في مجلس النواب، وكما أتلف تقريركم بأن وكالة سبورتينج لديها مصادرها أيضا وذكرت هذا الأمر، وهذا ما نشرته على الموقع الشخصي. كيف قرأتم تصريح مجلس نينوى إذ قال يعني ما يحصل في المحافظة هو ليس خللا أمنيا بل هو أمور أخرى؟ لربما نستشهد بتصريح الأخير لقائد عمليات نينوى الذي كان أكثر وضوحا، قال بأن التفجيرات الأخيرة، طبعا تصريح ليلة أمس ومن مكان الانفجار، صرح بأنه يشك بأن مافيات الفساد هي من قامت بتلك الأعمال وليس تنظيم داعش. تنظيم داعش نعرف بأنه غير فعال في داخل مدينة الموصل، لكنه ربما في أطراف مدينة الموصل وفي محافظة نينوى، ولكنه ليس داخل المدينة من يقوم بتلك الأعمال. وقد صرح بذلك اللواء ركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى بشكل واضح ليلة أمس. أستاذ زياد، من له المصلحة بإبقاء الموصل ضمن دائرة التدخل الأمني على هذا النحو؟ من لديه مكاتب اقتصادية، من يقوم بسرقة النفط، من يقوم بعمليات التهريب، من يقوم بسرقة الحديد والسكراب في مدينة الموصل، من يقوم بابتزاز الدوائر الخدمية، من يتدخل في العقود والمناقصات. أعتقد بأن حتى محافظ نينوى وهو مجرد أداة بيد تلك الميليشيات التي تقوم بتلك الأعمال القذرة، وهي تريد أن ترسل رسائل لأهالي مدينة الموصل بأنه من لا يتعاون مع تلك الميليشيات ويقوم بدفع الأتوات فالسيارات المفخخة وإرباك الوضع الأمني هو ما ستشهده المدينة في حالة عدم الدفع. طبعا الحكومة المركزية لديها تفاصيل كاملة، وأعتقد بأن القادة الأمنيين الموجودين في المدينة حقيقة واضحين في هذا الأمر، ولكن نعلم جيدا بأن حكومة بغداد والحكومة المحلية عاجزة أمام تلك الميليشيات وأمام النفوذ الإيراني. أستاذ زياد، النائب عبد الرحيم الشمري قال إن هناك جهات سياسية تريد فرض واقع دخيل على نينوى، يعني أي جهات سياسية قصد بذلك؟ لربما وضع النواب ورغم الحصانة فهم لا يريدون أن يقعوا بما وقع فيه سلفهم مثل أثير النجيفي الذي أقيمت عليه 9 دعاوى قضائية كيدية، والنائب أحمد العلواني المحكوم الآن بالإعدام، ولربما طارق الهاشمي. كل من يقف أمام الميليشيات التابعة لإيران مصيره الاستهداف وتلفيق التهم، وكل شخص يعلم في مدينة الموصل حقيقة الوضع الأمني وحقيقة تلك الميليشيات وبالأسماء وبالأرقام لديهم تفاصيل كاملة، لكن المسألة الرئيسية بأن
حكومة بغداد عاجزة أمام وضع الحلول الناجعة لإيقاف مسلسل سفك الدماء في مدينة الموصل وإيقاف عمليات الابتزاز وترويع المواطنين واستحصال مبالغ الأتاوات من الشركات الصيرفة والصاغة والميسورين. نشكرك شكرا جزيلا الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا من فيينا.